يا مساء الفل والورد والجمال، هنعمل مع بعض النهاردة لون فاشنبل جريء صيفي لذيذ، يعني كريزي، كل الكلمات اللي تقدروا تقولوها عليه. هنعمله بطريقة سهلة جدا جدا وكمان يثبت معانا لأطول فترة ممكنة. يلا بينا نشوف اللون هيتعمل ازاي. أول حاجة يبقى شعرنا متفتح لدرجة 8.5 ل 9 زي ما انتوا شايفين، يعني درجة اللون ده اهو 8.5 ل 9 أو بداية 9، تمام؟ دي الدرجة المطلوبة، انه ما يكونش فيه اورنج كتير، يعني يدوب ضي بسيط قوي 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 زي ما انتوا شايفين، تمام؟ طيب دي أول خطوة، وطبعا أنا نزلت لكم ازاي نوصل للدرجة دي، وكمان الافتح منها بصبغة، يعني نفتح شعرنا بصبغة وبدون ضرر وكمان بدون بودرة تفتيح، تمام؟ طيب اول حاجة طبقنا وفرشتنا. الالوان بقى هنستخدم الالوان الكريزي، وعايز اقول لكم على سر كده صغير. طبعا انا دايما بقول لكم على الاسرار كلها، لما نيجي نعمل الوان كريزي او اللي هي الالوان الفاشن اللي هي الجريئة، لازم نستخدم الوان الكريزي كالر، لان على فكره بتكون ثابته عن الالوان اللي هي اللي المفروض ان هي بيرمننت والمفروض ان هي ثابته اصلا. يعني الالوان دي تمام، يعني ده جرين اهو، ده المصحح والاخضر ومركز جدا، وكمان المفروض ان هو يعني حاجه كده ثابته قوي. اللون ده لو عملناه بالصبغات، لما بنيجي نعمل سشوار وبيبي ليس اللي هو مع حرارة السشوار والمكوى، ايه اللي بيحصل في اللون؟ بيطير وبيتبخر وبيرجع لون قاعدة الشعر اللي كانت الشعر مثلا الاخضر اتصبغ عليه. فانا بقى بقول لكم سر من الاسرار بجد، دي المفروض ان هي صبغة مؤقتة بتنزل بسرعة، لكن في الثبات وكمان بتكون ثابتة عن الصبغة البيرمننت اللي هي الدائمة، وكمان ما بتتبخرش مع حرارة المكوى والسشوار. يعني لو عايزين شعركوا أخضر بيفضل أخضر حتى بعد المكوى والسشوار. فما بنيجي نعمل سشوار ومكوى بعد ما بنخلص اللون النهائي، بنبقى كده واثقين في شغلنا ومطمنين إن مش أول ما نمسك المكوى ونمررها على الشعر نلاقي اللون اتبخر. فدي كده تريك عشان يعني تتعلموا صح. طيب دلوقتي زي ما قلنا أهو هنحضر الخليط. اول حاجه اللون الاساسي بتاعنا اللي عايزينه، احنا عايزين اللون الاخضر الجرين، تمام؟ ده هناخد منه طبعا على قد طول الشعر بقى، يعني دي انا ما اقدرش احددها لكم لان كل واحده بيختلف اطوال شعرها، تمام؟ في ناس ممكن تستخدمها للخصل، تعمل خصل على لون الشعر الطبيعي وفي الاخر تصبغوا الشعر كله بيها. ما تخافوش، الالوان دي مش بتلقط في الشعر الغامق، بتلقط في الاصفرات بس، تمام؟ فما تقلقوش من ده. ده مثلا خلينا نقول هناخد منه عبوة، بصوا هو عامل ازاي، هو سائل كده، انا خدت كتير قوي معلش، كله عشان خاطر عيونكم مش مشكلة. طيب اللون الازرق، طبعا هتقولوا انت بتعمل لون اخضر، ايه فايدة ان انت تحط ازرق؟ دايما كده اللون الاخضر مع نسبة بسيطة من الأزرق بيدي تمييز وجمال وشياكة وتميز للون، بيبقى مختلف عن الألوان الخضراء التانية. فيعني إحنا مش هناخد كتير، هناخد يدوب يعني سنة من الأزرق، تمام؟ بصوا يدوب حاجة كده بسيطة جدا جدا، اللي هو خلينا نقول حبة قد حبة الحمص على مثلا اللي هو النص عبوة من دي، تمام؟ دي
صبغة كريزي كولر زي ما انتوا شايفين لونها اخضر، وعلى فكرة سعرها في متناول الجميع، سعرها مش غالي خالص، سعرها حوالي 15 جنيه، يعني يا بلاش. تمام، هنبتدي نقلب الصبغة مع اللون الاخضر مع الازرق سوا، هيدينا لون حلو قوي قوي على فكرة، اللي هو مزيج ما بين الاخضر المزرق، هيبقى تحفة جدا. طيب، او اللي هو التركواز، تمام، بس الغامق بقى، تركواز الغامق. طيب هنعمل ايه بقى تاني؟ هنستخدم اكسجين كام؟ 20. تمام، فايدة الاكسجين هنا، المفروض صبغات الكريزي كالر دي المفروض اللي حتى مكتوب عليها نحطها على الشعر على طول بدون اكسجين، تمام، بس فايدة الاكسجين هنا هو ده السر، انه بيثبتها على الشعر لاطول فترة ممكنة، مش ان هي يخليها مؤقتة اللي هو بعد غسلتين تنزل معاكم، لا بجد بتثبت معاكم قوي. طيب هنقلب كويس جدا عشان انا عايز اللون يطلع مظبوط، مش عايز يطلع خصل زرقاء وخصل خضراء او جزء وجزء. اهو هنبتدي نصبغ الخليط زي ما انتوا شايفين اهو. يعني اللون اصلا مبدئيا كده لونه خرافي بجد، وبجد ده سر من اسرار الالوان، اللي هي الالوان الكريزي دي، لو عايزينها بجد تثبت معاكم لاطول فتره ممكنه، وان انتوا تعملوها ويبقى شكلها حلو، اعملوها بالكريزي كولرز والله بجد، واقل تكلفه يعني مش غاليه. كده خلاص انا حطيت الصبغه على الشعر، هسيبها لحد ما تديني الدرجه اللي انا عايزها، وبعد كده هرجع لكم تاني. فاتت كده بالظبط نص ساعه على الشعر، هقوم اغسله وهرجع لكم تاني. ايه رايكم بقى في الجمال؟ شايفين الجمال والشياكه والجراءه والالوان الكريزي اللذيذه؟ فيعني لون حلو قوي قوي، عايز اقول لكم تقدروا تستغنوا عن المصحح الازرق للي مش عنده، او للي مش قادر يجيب اكتر من لونين، او مش متاح عنده، تكتفوا بالاخضر بس، هيديكوا لون مشابه جدا جدا ليه، يعني الاختلاف مش هيكون كبير قوي، تمام، فهيطلع برضو لون مقارب ليه قوي وحلو قوي. وعايز اقول لكم حاجة بخصوص اللون ده، اللون ده يمشي هايلايت او امبري على الاطراف للسمر هوليداي كده، هتبقي جريئة وشيك وروشة واخر حلاوة، لكن ما انصحش بيه ان احنا نعمله على كامل الشعر. ليه بقى؟ لانه مش هيليق على جميع الوان البشرة، زائد انه هو هيبقى اوفر قوي، تمام، لكن طبعا دي حرية اختياركم، للي حابب يعمله على كامل شعره مش مشكلة، وبرده للي حابب يعمله على كامل الشعر هيليق على اصحاب البشرة البيضة بس، اما بقية البشرات او الالوان بتاعت البشرة مش هتليق غير البيضة فقط. وعايز اقول لكم على حاجة، لو هتعملوه هايلايت او امبري يليق على جميع الوان البشرة، لان هو لون سامبل وهادي، ودي كده بتكون الدرجة من المزيج بين الاخضر والازرق. طبعا الازرق قليل جدا، وزي ما قلت لكم اللي مش عنده ما يحطش، وهيطلع لون تحفه وجميل وشبه ده. لو عجبكم اللون وكل حاجه اتقدمت فيه الفيديو، متنسوش تعملوا لايك كتير، شير اكتر، سبسكرايب، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد القناه، واشوفكم في لون جديد وفيديو جديد. سيو، باي باي.